أرواح وضعية باتت مقلقة وتستدعي تضافر الجهود لكبح انتشار الجائحة في الجزائر من خلال عمليات التلقيح والتعقيم واستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة السيد طارق بالباي مدير الصحة لولاية ورقلة. صباح الخير سيدي. صباح الخير لكم وكل المجاهدين. ما لا يفوتني الفرصة نبلغكم تعازينا الخالصة في وفاة زميلكم السيد كريم بوسالم رحمه الله. إذن مع الارتفاع المقلق لحالات الإصابة بوباء كورونا كوفيد-19 في الجزائر، يبقى التلقيح هو الحل الأنجع. كيف تجري هذه العملية على مستوى ولاية ورقلة؟ بالفعل كما قلت هناك ارتفاع يعني كبير وكبير جدا، والوضعية مقلقة فيما يخص هذا الوباء. لهذا يعني هناك على المواطنين الالتزام بهذه التدابير الوقائية، ومن هذه التدابير كذلك هناك التلقيح. بالنسبة لعملية التلقيح على مستوى ولاية ورقلة، عملية التلقيح بدأت من يوم وصول أول الجرعات للولاية منذ فبري 2021. في البداية كانت عملية يعني متباطئة نظرا لعزوف المواطنين، ولكن في خلال هذا الأسبوعين الأخيرين لاحظنا إقبال وإقبال كبير للمواطنين على هذا اللقاح. هذا ما اضطرنا إلى قيام بعدة عمليات، لهذا منها هذه العمليات أننا قمنا بالاشتراك مع مديرية الشؤون الدينية عملية تلقيح يومية على مستوى المساجد صباحا ومساء. هذا يعني وشهدت هذه العملية إقبال كبير، هذا إضافة إلى النقاط الثابتة اللي على مستوى العيادات الطبية. كما لا يفوتني أننا رايحين نقوم ابتداء من يوم غد يوم 28 عملية كبرى المسح شامل لكل أحياء مدينة ولاية ورقلة، ما فيها كل الدوائر وبلديات ورقلة الأحياء كامل. هذا بمشاركة يعني مشاركة كبيرة من طرف تحت إشراف السيد الوالي ومشاركة الحماية المدنية وشؤون مدير الشؤون الدينية والأوقاف الشبيبة والرياضة، وكذلك مديرية التربية. هذه راح تمس كل أحياء ورقلة، وهذا يعني كذلك هناك سيارة إسعاف متنقلة اللي راح تمس كذلك راح تمس الأماكن اللي بها يعني تواجد بها محلات تجارية لتشهد توافد المواطنين، راح تقوم بهذه العملية على مستوى هذه الأحياء اللي متواجد بها المحلات التجارية هذا. طيب سيدي، هل في إقبال من قبل المواطنين على عمليات التلقيح الآن خصوصا؟ بالفعل يعني كما كنت ذكرت سالفا أنه هناك إقبال وإقبال كبير لهذا على هذا اللقاح، يعني لقاء يوميا يعني نشهده. وصلنا إلى التلقيح يعني يوميا إلى 2500 مواطن يتلقحوا يوميا. هل في حملات تحسيسية وتوعوية تجرى على مستوى ولاية ورقلة للتحسيس بأهمية التلقيح خصوصا في هذه المرحلة؟ نعم، هناك عمليات على مستوى الإذاعة المحلية الجهوية لورقلة، على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمديرية الصحة، وكذا مديريات كامل مديريات متواجدة على مستوى الولاية. كامل المديريات تقوم بنفس العملية اللي رانا نقوم بها احنا من أجل التحسيس على الالتزام بالتدابير الوقائية، ومن ضمنها الحث على التلقيح للحد من انتشار هذا الوباء. هذا تسجلون أرقام كبيرة مصابة بوباء كورونا، أو كيف هي الوضعية على مستوى ولاية ورقلة؟ بالفعل احنا ولاية ورقلة نشهد يعني وضعية يعني مقلقة وأعداد كبيرة من المرضى يعني على مستوى متواجدين على مستوى المستشفيات. يعني هذا الشيء اللي خلانا أننا يعني نكثف
هذه المجهودات لاجل التلقيح يعني على مستوى اكبر عدد من المواطنين للحد من هذا الانتشار والتقليص من هذا التوافل المرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائيه. كلمة أخيرة سيد بلباي، نصائح تقدمونها للمواطنين بخصوص الالتزام بالإجراءات الوقائية وضرورة احترام البروتوكول الصحي خاصة؟ بالفعل يعني هو نفس الكلام اللي دائما يتكرر، يعني نكرروه ونعاودوه مهما نكرروه، وحتى ممكن حتى الناس يعني ملت مسمع هذه الكلمة، ولكن لازم نكررها ولازم نعاودوها ولازم نقولوها، هي الالتزام بالتدابير الوقائية، غسل اليدين، التباعد الجسدي، وثم التلقيح والتلقيح والتلقيح، لأنه هو اللي راح يحد من هذا الانتشار الكبير لهذا الوباء هذا. السيد طارق بلباي مدير الصحة لولاية ورقلة كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.